ستبدأ المدرسة بعد أسبوعين وسيغلق المخيم لأن الكثير من الطلاب قد غادروا. لا نريد إغلاق المخيم، لكن ليس لدينا خيار. لا يوجد الكثيرون هنا، لذلك لا نستطيع الاعتناء بكم بعد الآن. فقط نحن والمشجعات سوف نبقى في المخيم، وأنتم احزموا أمتعتكم وغادروا غدا. لا نريد الذهاب إلى المنزل. أرجوكم دعونا نبقى هنا، سنقوم بأي شيء تطلبونه منا، أليس كذلك؟ لا أريد الذهاب إلى المنزل، كما أن أمي عصبية جدا. لقد غادر والداي ولا يوجد لدي مفاتيح، لذا لا أعرف كيف سأذهب إلى المنزل. أنا دفعت لثلاثة أشهر، لا أريد أن أسمع شيء. لا أريد الذهاب إلى المنزل، ماروسيا غادرت وعلي أن أجد صديقة جديدة، علي أن أجدها قبل أن تبدأ المدرسة. من ستختار؟ لا يوجد إلا ثلاث فتيات. حسنا رفاق، نحن نسمعكم، الآن اسمعونا. يا رفاق اتصلنا بذويكم، إنهم ينتظرونكم في المنازل. إذن جولي، أمك العصبية تنتظرك في المنزل. جيجي، لست بحاجة إلى المفاتيح، لقد عاد والداك من الإجازة والآن إنهم ينتظرونك في المنزل. سنبقى نحن والمشجعات في المخيم. لاعبوا كرة السلة، اهدؤوا. فتيات، لا أريد الذهاب إلى المنزل. مشجعات، ماذا علينا أن نفعل لنبقى في المخيم؟ لا نريده أن يغلق، نستطيع القيام بأي شيء. أرتيم، لن نغادر المخيم أبدا. أجل، هيا لاعبو كرة السلة، اسمعوا، سوف نبقى في المخيم مع المشجعات. أجل، ماذا؟ انظروا هنا. أولاد، افهمونا، حتى لا يغلق المخيم، علينا أن نحضر طلاب جدد هنا. إنها نهاية الصيف، لا أحد جديد سيأتي إلى هنا. إذن رفاق، نراكم في مخيم 2021. حسناً ديانا، تعالي، كنت أبحث عنك، هل يمكنني التحدث إليك؟ كوستيا، أنا لا أفهمك، ماذا حصل؟ ولا تتحدث معي بهذه الطريقة، لا تنسى أني قائدة مشجعات. ديانا، لا يهمني، لماذا لم يخبرني أحد أننا سوف نغلق المخيم باكراً؟ هل أخبركم أحد؟ لا. حسناً، لهذا لن نغادر. كيف تجرؤ على الحديث معنا هكذا؟ كوستيا، أنا آسفة، لكن لا يوجد العديد من الأشخاص في المخيم، لذلك علينا أن نغلقه غداً. أجل، سيغلق، لكننا سنبقى. أجل، نحن باقون. كوستيا، عمل جيد، أنت تقاتل من أجل العدالة. رفاق، لنقم بشيء ما. ماذا سنفعل؟ نحتاج أشخاصاً جدد. سوف أتصل بأصدقائي. اهدأ، لن نريد رؤية أصدقائك هنا، يكفينا أنت. أعرف ماذا سنفعل، سنضع الكثير من الإعلانات حتى يأتوا المراهقون هنا، ولن يتم إغلاق المخيم. أتعلمون ماذا علينا أن نكتب في الإعلان؟ نريد فقط الأولاد، لماذا نحتاج الفتيات هنا؟ حسناً، بالطبع. أجل، لكن لدي صديق، لكن لا بأس بالمزيد من الأولاد. نعم، ربما سألتقي بحبي الأول، إني لم أجده في هذا المخيم. حسناً، هذا يكفي، لا يهم أولاد أو بنات، لنضع رقم الهاتف والإعلان. أجل، هيا بنا. أجل، أجل. فتيات، سوف نذهب إلى الرقص، أين ديانا؟ أجل، إنها وحيدة، ماذا ستفعل معنا؟ فتيات، أخبروا لاعبو كرة السلة أن يغلقوا أفواههم، إنهم يضايقونني. لاعبو كرة السلة، اصمتوا. فهمنا. أجل، كنت أعتقد أني أنا وديانا صديقان، لكننا لسنا على وفاق، لقد وضعت الإعلان، هل قمت بذلك؟ أنا أضع الإعلان الثاني. لقد أرسلت رسالة لأمي، ربما إحدى صديقاتها تريد إرسال أطفالها إلى هنا. نوبا، هل أخبرتي والدتك أننا نريد فقط أولاد؟ أجل، قلت لأمي، فقط أولاد. مرحبا ثانية، هل تريد القدوم إلى المخيم؟ ليست حضانة. حسنا، فهمتك، أنت لن تأتي. مرحبا زينيا، ألا تريد القدوم إلى المخيم؟ لا براوز، أنا لا أفهم ديانا ولا لاليا. أجل، أنا لا أفهمهم أيضا، سنمشي جميعا معا وهي سوف تلحق بنا. أجل، إنها مشكلة. أتعلمون يا فتيات، لا أستطيع أن أصدق أن غدا لن يكون هناك أحد في المخيم عدا أنا وأنتن. ديانا، هذا جيد، سنريح رأسنا قليلا. أجل، سنرتاح قليلا ونكتسب بعض القوة قبل المدرسة. أجل فتيات، علينا أن نبدو مذهلات قبل المدرسة، علينا أن ننام ونحصل على قسط من الراحة ونمشي كثيرا. أو فتيات، أنا لست واثقة من موضوع المشي، أنتن لديكم أصدقاء أما أنا فلا. ماذا تعنين ديانا؟ ماذا عن كوستيا؟ حسنا فتيات، البارحة جاء كوستيا إلي وطلب مني الانفصال لأننا مختلفان عن بعضنا البعض، وهذا أفضل. ديانا، آسفات من أجلك. لا لا فتيات، لا بأس، لا تشعروا بالأسف نحوي، ربما كان هذا أفضل لي، هذا يعني أنني لم أقابل رجلي بعد ولم يكن من السهل مصادقة كوستيا. يا إلهي ديانا، ماذا ستفعلين؟ هل ستخرجين معنا؟ أجل، لاعبو كرة السلة يتصلون بنا. أو هيا بنا فتيات، اخرجوا أنتم، امرحوا، واقضوا وقتا ممتعا. سأبقى في المنزل وأسترخي قبل المدرسة، ربما سأقابل أميري في المدرسة. ديانا، من هو؟ أو فتيات، لا أعرف من هو.
مرحبا أجل. أجل، هذا مخيم المشجعات. أوه ليالية، أولياء الأمور يتصلون، ربما جاءوا لأخذ أبنائهم إلى المنزل. يانا هذا جيد، أريدهم أن يذهبوا بسرعة. أوه زوار جدد؟ إذن في الواقع لم يخبرنا أحد، لقد أغلق المخيم. كم العدد؟ 3؟ هل هم قادمون؟ حسنا جيد، وداعا. فتيات، هناك طلاب جدد قادمون، 3 أشخاص. ماذا؟ فتيات؟ لا، إنهم أولاد، أتتخيلون هذا؟ واو أولاد. فتيات، ماذا تعنون ب أولاد؟ هيا بنا لنحضر كل شيء من أجل المخيم بسرعة، الطلاب الجدد قادمون. هيا هيا بنا بسرعة. أولاد أولاد، لن يتم إغلاق المخيم، طلاب جدد قادمون. رفاق، ما زلتم هنا؟ بسرعة هيا لنذهب، لنذهب ونلتقي بهم بسرعة. يا خسرون، ما الذي تنتظرونه؟ بسرعة نظفوا المخيم. لا تجلسوا. ماذا؟ ماذا ماذا؟ قوموا بسرعة، طلاب جدد قادمون. أجل نجحنا. أتساءل هل هم أولاد أم بنات؟ أتمنى أن يكونوا أولاد. أتمنى أن يكون شخصاً لطيفاً أنتظره طوال الصيف. أتمنى أن تكون فتاة أجمل من ديانا. أتمنى لو أتى أصدقائي، سوف يكون الأمر ممتعاً أكثر. لن يكون ممتعاً، سيكون مقرفاً. أعتقد أن المكان هنا. أوه هناك أحدهم قادم، هذا رائع، أنا لست وحيدا هنا. أوه هل قررت تأتي للمخيم في نهاية أيامه؟ أتمنى أن يكون هناك فتيات جميلات، لهذا جئت إلى هنا. رائع. حسنا جدي، وداعا. إذن أولاد، لقد تحقق حلمي، المخيم لن يتم إغلاقه، هناك أولاد جدد قادمون، 3 أشخاص. 3 أولاد، حسنا لا بأس، 3 أولاد. ما الذي سيفعلونه هنا؟ كنت أتمنى لو كانوا 3 فتيات. أجل أولاد. تبا، نحن لسنا محظوظين، أوافقك تماما، من يحتاجهم هنا؟ أوه أولاد، لنظهر للأشخاص الجدد أفضل ما عندنا، لقد كنا نعيش هنا لمدة 2.5 شهر، لكنهم ما زالوا جدد. أجل، أجل سيكون هنا لمدة أسبوع. هيا لنريهم كم نحن لطفاء ورائعون. أجل لنريهم كم نحن رائعون. أجل رائع. أو أنت أيضا رائع جدا. لا يوجد الكثير من الفتيات. مرحبا يا رفاق، أخبروني كيف هو المخيم. لقد وصلنا للتو، هيا لنطرق. بالمناسبة أنا أوليك، أنا ليشا، وأنا ساشا، سعيد بلقائك. سعيد بلقائك رفاق، أتمنى أن نصادق فتيات جميلات هنا. أتمنى أن يكون هناك فتيات جميلات، لا تقلق سنلتقي بهم هنا. جاء الأولاد الجدد. فتيات كيف أبدو؟ تبدين بشكل جيد يانا. وأنا؟ أنت تبدين بشكل جيد. وأنا؟ جيد جيد. فتيات يكفي هذا. حسنا انتهينا، هيا فتيات، نحن مشجعات، علينا دائما أن نبدو جميلات. حسنا. توقفوا، أنا متأكد أنهم ليسوا وسيمين. ماكس هل رأيت هذا؟ المشجعات متحمسات جدا للقاء الشباب الجدد، سيغضبن كثيرا عندما يرون أننا الأفضل. أجل نحن الأفضل. يعجبني هذا المخيم، وأنا أيضا. أولاد أهلا بكم في مخيم المشجعات. واو فتيات، من يعجبكم أكثر؟ أنا يعجبني الأشقر. فتيات يعجبني الولد الذي يرتدي القميص الأزرق. وأنا يعجبني الولد الطويل ذو القميص الوردي. اهدأوا، يك بشعون. انظروا فتيات، هؤلاء الأولاد يبدون وسيمون، من يعجبكم أكثر؟ يعجبني الأشقر. يعجبني ذو الشعر البني والجينز القصير. أنا يعجبني ذلك الشاب ذو القميص الوردي. انتظروا فتيات، أنا وحيدة لكن أنتم لديكم صديقان، سنحل هذا الأمر. إنهم قادمون. رفاق، أريد أن أعرفكم على ضيوفنا الجدد. من هو أليكسي؟ أنا. أوه رائع، إن اسمه أليكسي. ومن هو أوليغ؟ أنا. حسناً أوليغ هنا، سأكتب هذا. فتيات اسمه أوليغ، وأنا سوف أناديه أوليغ. ماذا تريد أن تسميه؟ أوليغ.
أو أنا سوف أخسر الليالية. لا بأس ماكس، سوف نسحقهم. والأخير هو ساشا. أنا ساشا، أنا ديانا، سررت بمعرفتك. ديانا، هل يعجبك؟ فتيات اهدأوا، انظروا، المشجعات يغازلن الفتيان الجدد. لكن لديهم أصدقاء لاعبو كرة السلة. لا بأس يا بنات، سيتعرفون على المشجعات ويرون كنحن رائعات. رائع. يانا ليالية، براوز تراجع، لا يمكنني التحدث الآن، نحن مشغولات مع الأولاد الجدد. أولاد جدد؟ ستتعرفون على الخاسرون غدا، اذهبوا وارتاحوا الآن، الآن سنريكم غرفكم. فتيات أنتن رائعات يا مشجعات، هل يوجد المزيد من الفتيات هنا غيركم أنتم؟ أجل، هناك المزيد من الفتيات، لكن الآن لا يوجد إلا نحن الثلاثة. وأنت ديانا، هل أنت قائدة المشجعات؟ أجل ساشا، كيف عرفت هذا؟ قرأت هذا في عينيك. حقا؟ مكتوب في عيني؟ حسنا، لنذهب ونريكم غرفكم. نريد أن نتعرف على الفتيان الجدد أيضا. إن المشجعات وقحات جدا، لقد قالوا ستتعرفون على الخاسرات غدا. لا أعتقد أنكم سترونهم اليوم. لا، فتيات، سوف نتعرف عليهم اليوم. هي براوز، لدي شعور سيء، لم يكن عليهم القدوم هنا. لا يا لاعبو كرة السلة، أنتم مخطئون. أولاد، ستبقون في هذه الغرفة مع الأولاد الآخرين. أصدقاؤنا لطيفون جدا، أتمنى أن تنسجموا معهم، لكن إن ضايقكم أحدهم عليكم أن تخبرونا وسوف نوبخهم. فتيات، أيمكنني أن أسألكم سؤالا؟ لماذا؟ هل توعدون أحدهم؟ رفاق، أنا وحيدة. أولاد، لماذا لا ترتاحوا أولا؟ ثم سنتحدث عن هذا لاحقا، هيا بنا. أليك، هل تعتقد أنهم وحيدات؟ أجل، أعتقد ذلك. ديانا وحيدة، قائدة المشجعات. ماكس، أنا لن أخسر ديانا، وأنا لن أخسر لاليا أيضا، سوف أذهب وأتحدث معها الآن. إذن أولاد، أفرغوا حقائبكم، سننتظركم في الأسفل بعد ساعة. سأحضر عشاء شهيا. يانا، علينا أن نطبخ الدامبلينكس. دامبلينكس؟ لماذا؟ لأن الأولاد يحبونه. أجل ديانا، أتعلمون يا أولاد؟ يعجبني المكان، من الجيد أن أبي أقنعني بالقدوم إلى هنا، هناك فتيات جميلات. هذا رائع جدا، سوف أتصل بجدي. يا رفاق، هيا لنتصل بهم لاحقا لنفرغ الحقائب ونذهب لتناول العشاء. حسنا، ماذا يعني هذا؟ أوبس، حسنا فتيات، لقد وعدتم أصدقائكم، أنا سأغادر. هاي رفاق، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، انتظروا حلقات جديدة، أراكم لاحقا، وداعا. حسنا أولاد، هناك شيء. حسنا أولاد، علينا أن نحضر العشاء وسوف نخبركم كل شيء لاحقا. لا، أخبرونا الآن. أولاد، علينا أن نحضر العشاء. لا بأس ماكس، نحن أقوياء، إنهم في الغرفة وسوف يشعرون بالغضب اليوم. أجل،